هدفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوز بفترة رئاسية ثانية بحصوله على 97.8% من أصوات الناخبين. خروج نحو 1150 مسلحا وأسرهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى إدلب. مقتل وإصابة 85 حوثيا في غارات للتحالف العربي باليمن، والجيش يضيق الخناق على ميليشيات الحوثي في معقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة نيل الأخبار. تحية لكم، أهلا بكم، ونلتقي بتفاصيل الأنباء بعد هذا الفاصل. الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97.8%، في حين حصل موسى مصطفى موسى على 2.92% من الأصوات. قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقد بمقر هيئة الاستعلامات إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات تجاوزت 41%، حيث صاغ المصريون طوال 3 أيام ملحمة في حب مصر وتمسكوا بحقهم الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. إجمالي ما حصل عليه السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 21,835,387 صوتا بنسبة 97.8% من الأصوات الصحيحة. إجمالي ما حصل عليه السيد موسى مصطفى موسى محمد وشهرته موسى مصطفى موسى 656,534 صوتا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم، اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وأصدر القرار رقم 57 لسنة 2018 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلام. قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن التصويت تم تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية. ولقد أدينا عملنا في إطار قانوني ومهني وأخلاقي حاكم لنا، قوامه الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية والكفاءة المهنية وسيادة القانون والمسؤولية أمام الله وأمام القانون وأمام الشعب. وقد أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل في إطار من المتابعة من جانب وكلاء المرشحين
ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة. وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بداءة بتنقيح جداول الناخبين وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي وحذف الممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية منها. كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بلغ 24,354,253 نائبا. أكد لاشين أيضا أن نسبة مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة تجاوزت 41%. عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 59,078,138 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157,060 ناخبا. عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد استنزال من صوت بالخارج 58,921,078 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل 24,097,092 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24,254,152 ناخبا بنسبة 41.5%. عدد الأصوات الصحيحة 22,491,921 صوتا بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات. عدد الأصوات الباطلة 1,762,231 صوتا بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من مقر مجلس النواب مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، كيف بدأت أصداء الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في مجلس النواب والإجراءات الواجب اتخاذها دستوريا بعد ذلك؟ نعم، يعني ريهام، عدد من القوانين يتم مناقشتها في جلسة اليوم، إلا أن الخبر الذي جاء أو وصل مجلس النواب منذ قليل حول إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح عبد الفتاح السيسي أو الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه فترة رئاسية جديدة، يعني ربما هذا الخبر كان مفرحا لكثير من السادة النواب والحضور. وقد قدم الدكتور علي عبد العال تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه أو تجديد ثقة الشعب المصري له في فترة رئاسية جديدة هو والسادة النواب. ومن ثم بدأت الكلمات من قبل عدد كبير من النواب مهنئين للسيد الرئيس السيسي على هذا على فوزه لهذا الماراثون الانتخابي. أرحب بالسيد النائب علي أبو دولة، أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. يعني سيادة النائب، في البداية يعني ظهرت بالفعل نتيجة الانتخابات، وإن كانت المؤشرات منذ البداية تقول أن الرئيس السيسي هو من فاز بهذا الماراثون الانتخابي، لكن الآن قد أعلن بشكل رسمي، يعني ماذا توجه له في بداية الحديث؟ أولا أقول مبروك لمصر وتحيا مصر، وأدي رسالة للعالم كله أن مصر واعية، ومصر بترسل رسالة للعالم كله بأن شعب مصر هو الشعب الواعي، هو الشعب المثقف. وأشكر جميع شعب مصر بأنه يوجه رسالة للعالم شبابا وشيوخا ومرأة بأن مصر سوف تكون هي الأولى في العالم بإذن الله بقيادة السيد عبد الفتاح السيسي. يعني سيادة النائب، بصفتك نائب عن إحدى محافظات الصعيد، يعني ماذا يحتاج المواطن في إقليم الصعيد من الرئيس خلال الفترة القادمة؟ أنا أتمنى من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، أن ينال الشرف للصعيد بأكمله، أن يكون في البنية الأساسية، وأن يتوجه كل مهامه إلى اتجاهه للصعيد في البنية الأساسية، وخاصة في مرحلة الصرف الصحي، في الزراعة، في مجال الصرف وفي مجال الزراعة وفي مجال الصناعة، حتى يتم تشغيل الشباب والبطالة الموجودة المقنعة داخل المحافظات. الخطوة القادمة يا فندم، يعني هيكون حلف اليمين هنا بالطبع في مجلس النواب ليس في المحكمة الدستورية كما حدث في السابق، يعني التفصيلات حول هذا الموضوع. طبعا ان احنا نواب الشعب وجينا بإرادة
إرادة الشعب وانتخاب الشعب، فلازم يقسم اليمين داخل مجلس النواب، لأن احنا ممثلين عن الشعب وليس المحكمة الدستورية العليا. السيد النائب علي أبو دولة بشكرك على الجزيل. أوجه كلمة تاني في النهاية، أن أنا أقول وأنا بصفتي نائب عن الشعب، أن السيد عبد الفتاح السيسي ولد من أجل مصر، واستطاعت مصر أن تجعل منه رجلا يصمد أمام الشدائد، ولو ولد في غير مصر ما كان بطلا، ما كان زعيما، ما كان قائدا. وتحيا مصر، تحيا مصر. أشكرك سيادة النائب. شكرا. يعني ريهام، هذه يعني كان رأي عدد، كان رأي السيد النائب علي أبو دولة، وهو رأي كثير من النواب الذين الآن هم أسفل قبة البرلمان، ربما لم نستطع أن نقابل كثير منهم عقب إعلان النتيجة، لأنهم بالفعل يحاولوا تقديم هذه التهنئة عن طريق كلمات رسمية داخل الجلسة العامة التي ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة. بالطبع سنتواصل مع الكثير منهم ونوافيكم ونوافي مشاهدينا الكرام بآخر المستجدات. شكرا لك عمرو عبد العزيز من مقر مجلس النواب. ومشاهدينا، للمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك للتعليق بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018. أستاذ كرم، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني كلمة تقولها بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية وإعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز السيد عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة وصلت إلى 97.8%. طبعا أنا عايز أقول عنوان عريض، عنوان النتيجة النهاردة، إن انتصرت مصر. انتصرت مصر لأرواح الشهداء الأبرار اللي قدموا روحهم فداء للوطن، واعتبر نتيجة الانتخابات باقة من الظهور فوق قبر كل شهيد، وبنقول له أنت ما ضحيتش بروحك أباء، وما قدمتش عمرك إلا للدفاع عن هذا البلد عشان يستقر وينمو وينعم بالأمن والسلام. ده رقم واحد. رقم اثنين، نعم، نتيجة الانتخابات كانت رسالة حاسمة وواضحة لمن قاطع الانتخابات ومن حاول أن يشوه طريقها، وشفنا في الأيام اللي سبقت الانتخابات حملات مصعورة وضارية في الداخل والخارج لمقاطعة الانتخابات وإفشال التجربة الديمقراطية والزعم بأن المصريون عازفون عن الذهاب إلى الانتخابات، وأنهم محتاجين أملاً في استرجاع زمن الفوضى من بوابة الانتخابات، لكن الناس سبق الرسالة القاطعة اللي قالوها. نحن مع الدولة القوية، الدولة المستقرة، الدولة التي استعادت مؤسساتها، الدولة اللي بتمضي في طريق التنمية والبناء، وإن شاء الله الأربع سنوات القادمة هيبقى عنوانهم بناء الدولة المصرية الحديثة. نعم. اللي واقفة على أرض صلبة وهامتها مرفوعة في السماء، وبتحقق فرص عمل عادلة وفرص تنمية لكل أبناء الوطن لينعم بخيرات هذا البلد. الرسالة الثانية، إن خلاص بقى المتطرفين والإرهابيين والجماعة الإرهابية، آن الأوان بقى أنكم تفهموا الرسالة وترحلوا عن هذا الوطن الآمن. حاولت كثير جدا أنكم تعبسوا بأمن واستقراره وسلامة مواطنيه، لكن الناس قالوا لكم لا. حاولتم تقاطعوا الانتخابات، الناس ذهبوا بنسبة كبيرة لا تقل صحيح عن أي انتخابات رئاسية ماضية، وكل صوت صوت حقيقي، ما فيش صوت واحد اتحط إضافة ولا صوت واحد في الأصوات. نعم. حقيقية. الأمر المهم بقى إن مصر فعلا هذه المرة أرست قواعد راسخة لإدارة الانتخابات في أي لإدارة أي انتخابات قادمة بأعلى درجات الضوابط القانونية. نعم. النزاهة، الشفافية، وإحنا مقدمين على مواسم انتخابية هتشمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها. نعم. المحليات والانتخابات البرلمانية، مصر وضعت الأساس القانوني ووضعت النموذج لإدارة هذه الانتخابات. طيب. رسالة أخرى للشعوب. نعم.
الشعوب بقى الشقيقة اللي كانت مصر. ده سؤالي لحضرتك أستاذ كرم، فعلا يعني الرسالة التي يرسلها الشعب المصري إلى باقي الشعوب، يعني كل شعوب العالم من خلال هذه الصورة المشرفة التي قدمها في أروع الصور الحقيقة، يعني كانت بالفعل تعد ملحمة وطنية وفقا لدقة هذه العبارة، ملحمة وطنية في حب هذا الوطن، في رسالة إلى كل العالم. هذه الرسالة كيف تراها؟ رسالة إلى الشعوب العربية الشقيقة، نعم، اللي هب عليها ما أسموه الربيع العربي فاكتشفوا أن جحيم ونار وقتل ودماء. نعم. رسالة إلى هذه الشعوب أن مصر طبقت نموذج اسمه الربيع المصري، استطاعت أن تقف على قدميها بعد ثورتين كان ممكن، يعني الدول الأخرى اللي تعرضت مثل هذه الثورات لم تنهض، الدول العريقة لم تنهض إلا بعد 30 و40 سنة، لكن مصر نهضت سريعا وقفت على قدميها وأجرت انتخابات. فدي رسالة للشعوب العربية الشقيقة اللي كانت مستهدفة بالفوضى الخلاقة، إن عندكم تجربة ممكن تقطفوا أثرها، وبدل ما الشعوب بتتشرد وحروب أهلية وتهجرهم وتشتتهم، لا، إحنا عندنا شعب بيدير انتخابات على مستوى رفيع شهد به العالم. رسالة إلى الغرب، الغرب حاولوا أن يشككوا ويشوهوا ويعني يستخدموا حملات طارية بزعم الخدعة اللي بيستخدموها دائما وهي خدعة حقوق الإنسان. من أهم ضمانات حقوق الإنسان حقه في الإدلاء بصوته في انتخابات شفافة ويختار نظام الحكم الذي يتوافق مع إرادته. لا. ده أول حق من حقوق الإنسان، وكانت رسالة هنا من الشعب المصري لهذه الدوائر، ارفعوا بقى أيديكم عن مصر وكفوا عن الأذى، والحملات المشبوهة بتاعتكم زادت المصريين إصرارا وعنادا على الوقوف بجوار وطنهم. رسالة برضو لجمعيات حقوق الإنسان زي هيومان رايتس وزي البي بي سي وغيره وغيره، هذه الجهات، أن بقى يعني إيه، اتسموا بالحيادية والموضوعية وبلاش تنظروا للأوضاع في مصر بنظاراتكم السوداء، لأن كل التقارير اللي بتطلع عندكم تقارير مشبوهة ومولة من جهات بتضمن الشر لمصر. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شكرا جزيلا على هذه القراءة وعلى هذه المشاركة. أحال رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا، وذلك للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة. كما أحال عبد العال خلال جلسة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية. تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت، أكد فيه أن شركة برقان للحفر الكويتية تعهدت بنقل جثامين المصريين الخمسة الذين توفوا بالأمس في حادث التصادم الذي وقع بين حافلتين، إحداهما تابعة لشركة برقان وثانية تابعة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن. ذكرت الوزارة في بيان لها أن المستشار العمالي أحمد يوسف عبد العظيم أكد في تقريره أنه تواصل وعلى الفور بمدير شؤون الموظفين بشركة برقان أبو مشعل الدهيشي، وأعرب عن أسفه لما حدث مشددا على أن الشركة ستتحمل كافة المصاريف بجانب إعطاء ورثة المتوفين جميع حقوقهم المالية، وقد تم نقل الجثامين إلى المشرحة تمهيدا لاستخراج شهادات الوفاة ثم تسفيرها فور انتهاء كافة الإجراءات القانونية. أكد الرئيس السوداني عمر البشير أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية مشددا على ضرورة وضع هذه العلاقة في الطريق الصحيح. جاء ذلك خلال خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالسودان في مقر المجلس الوطني في افتتاح الدورة البرلمانية السابعة، حيث أعرب البشير عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة جهودا مكثفة للانتقال بالعلاقة بين مصر والسودان إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.
نتحاور إلى الشأن الفلسطيني، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال مسيرة العودة الكبرى في ذكرى يوم الأرض الجمعة الماضي إلى 18 شهيدا. أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد شاب متأثرا بجروحه جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في خان يونس جنوب قطاع غزة. كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين قد توجهوا يوم الجمعة الماضي إلى المنطقة الحدودية في إطار حركة الاحتجاج التي من المقرر أن تستمر 6 أسابيع للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقال شهود عيان إن 244 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارس الأقصى من دخول المسجد من جهة باب السلسلة لمزاولة العمل. وأغلقت الشرطة محاور رئيسية في القدس بدعوى زيارة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لحائط البراق. هذا هو من المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا غدا على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والأردن لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي إن الاجتماع سيبحث الجرائم ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان مسيرة العودة الكبرى بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني. إلى التطورات في سوريا، حيث قتل 20 عنصرا من قوات الجيش السوري إثر سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت مصادر بأن تنظيم داعش بات يسيطر على 5% من الأراضي السورية، مضيفا أن التنظيم يشن أغلب هجماته من شرق سوريا أو حي القدم الواقع جنوب العاصمة دمشق. يذكر أن 9 عناصر موالية للجيش السوري كانت قد قتلت أمس خلال اشتباكات في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد القتلى من داخل القوات السورية إلى 182 خلال 20 يوما من المعارك. هذا إضافة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من عناصر تنظيم داعش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج نحو 1150 مسلحا وأسرهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب شمال غربي سوريا. يأتي ذلك غدا التوصل إلى اتفاق بين روسيا وما يسمى جيش الإسلام الذي يسيطر على دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب دمشق. بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق بين روسيا وما يسمى بجيش الإسلام بشأن إجلاء المسلحين والمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة دوما في الغوطة الشرقية، أعلنت موسكو خروج أكثر من 1100 مسلح وأسرهم من المدينة متوجهين إلى إدلب شمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أنه تم تنظيم ممر إنساني عبر مخيم الوافدين لإتاحة خروج المسلحين وأسرهم والذين غادروا على متن 24 حافلة، مشيرة إلى أن الشرطة السورية وضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري قاموا بتأمين خروج القافلة ومرافقة حافلاتها على طول مسارها إلى إدلب. ويقضي الاتفاق الروسي مع ما يعرف بفصيل جيش الإسلام بأن يتم الخروج من مدينة دوما على 3 مراحل. المرحلة الأولى تشمل السماح للعناصر السابقة لما يسمى بالاتحاد الإسلامي المعتزلين القتال ولنشطاء وجرحى بالخروج من مناطق جيش الإسلام تجاه مدينة إدلب. أما المرحلة الثانية فستكون بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما بهدف طمأنة المدنيين، بينما تتضمن المرحلة الثالثة خروج من لا يرغب بالاتفاق مع الروس إلى مدينة جرابلس. ويأتي الاتفاق في أعقاب إعلان الجيش السوري مواصلته القتال لاستعادة مدينة دوما
آخر جيب للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، ما يمهد لاستعادة الجيش السوري السيطرة على المنطقة بأكملها. وبموجب هذا الإعلان، عزز الجيش من انتشاره في محيط دوما خلال الأيام الأخيرة تمهيدا لعمل عسكري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع فصيل جيش الإسلام الذي طالما أكد قادته رفضهم أي حل يتضمن إجلاءهم إلى أي منطقة أخرى. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف للتعليق على نتيجة الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، النتائج التي أعلنت منذ قليل سواء بالنسب التي صوتت للرئيس عبد الفتاح السيسي أو للمرشح المعارض أو نسبة الأصوات الباطلة، تعليقك أو قراءتك لهذه الأرقام؟ نعم طبعا، بعد التحية طبعا، أولا الموضوع الانتخابات الرئاسية هي تنم طبعا عن تطبيق فعلي للدستور على أرض الواقع، وطبعا رأي نسب المشاركة سواء كانت قليلة أو ضعيفة أعتقد أنها ربما تقارب من النسب العالمية. يعني لو استعرضنا الانتخابات الرئاسية في عديد حتى من الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة نجد نسب متقاربة نوعا ما في موضوع المشاركة السياسية. وبالتالي ما يلفت انتباهي طبعا هو طبعا الاقبال المراه في المجتمع المصري طبعا على موضوع الانتخابات او المشاركه السياسيه للمراه، وفي ظاهره اعتقد سياسيه جدا وظاهره طبعا تستحق التامل والدراسه. هذا من جانب. من جانب اخر اتخيل طبعا ان نتيجه الانتخابات طبعا هي طبعا استمرار للقياده السياسيه، هي استمرار ايضا للنجاح الذي حدث خلال الاربع سنوات الماضيه، وانا اتخيل ان الفتره القادمه ستشهد المزيد من النجاحات والمزيد ربما من العطاء فيما يتعلق بالمشروعات السياسيه، فيما يتعلق بالنجاح السياسي، فيما يتعلق ايضا بفكره الدوله تطورها طبعا، وربما التي بلغت افاق لم تبلغها ربما في سنوات اخرى عديده، بالاضافه طبعا للمشروعات الاصلاح الاقتصادي. ونتمنى طبعا ان يكون هناك مرعاه بالجانب طبعا اعتقد محدود الدخل فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصاديه. اعتقد ان هذا كله ربما ينجم خلال اربع سنوات المقبله. طيب الان بعد الاعلان عن نتيجه الانتخابات، ما هي الاجراءات الدستوريه الواجب اتخاذها بعد خطوه الاعلان عن النتيجه؟ طبعا الفائز في الانتخابات الرئاسيه يؤدي اليمين لاربع سنوات مقبله طبعا امام المحكمه الدستوريه العليا او رئيس المحكمه الدستوريه العليا، وبالتالي يتم طبعا اعلانه طبعا اعلانه الفائز في الانتخابات، وبعد ذلك طبعا يتولى الفتره الرئاسيه المحدده طبعا طبقا للدستور وهي اربع سنوات مقبله. طبعا انا اتخيل طبعا ان الاربع سنوات طبعا تبدا من خلال طبعا ادائه لليمين او ادائه للقسم، وطبعا هناك طبعا سلطه تشريعيه ممثله في مجلس النواب، يستطيع طبعا الرئيس القادم طبعا ربما القاء خطاب او القاء طبعا اليمين او اداء اليمين خلاله، اضافه طبعا الى ضروره ان يكون هناك طبعا مشروعات ربما او مجموعه من ربما المشروعات او الانجازات التي يتحدث عنها الرئيس او حتى ربما الخطه التي يتحدث عنها الرئيس خلال السنوات الاربع المقبله. شكرا جزيلا الدكتور محمد صادق اسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. وينضم إلينا الآن من منطقة مصر الجديدة مراسل أنيل أشرف مبارك. أشرف، صف لنا الأجواء من حولك بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية. بالفعل يعني أرحب بكم من جديد من مصر الجديدة وتحديدا من ميدان روكسي، حيث تستمر الاحتفالات للمواطنين الذين جاءوا للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، وهذه الاحتفالات مستمرة ولكن خارج هذه الحديقة. يعني يستطيع الزميل المصور أو من خلال كاميرا أخرى الإتيان بهؤلاء المحتفلون في الخارج، ويعني تم نقل الاحتفالات من خارج هذه الحديقة إلى الخارج، وذلك يعني لعمليات التنظيم هنا من خلال المسؤولين عن تلك الاحتفاليه. في الخلفيه يظهر هذا المسرح، يتم تجهيز لاحتفاليه كبرى في المساء، احتفاليه فنيه، ويعني يتوافد بعد قليل العديد من المواطنين الذين سوف يشاركون وبعض الفنانين الذين سوف يشاركون في تلك الاحتفاليه. معي على الهواء مباشره عدد من المنظمين لتلك الاحتفاليه للحديث عن برنامج تلك الاحتفاليه والذي يتضمن بعض الفقرات الهمة. يعني أتعرف بحضرتك. عبد الحليم يوسف.
كلمني عن الاحتفاليه النهارده، وانتوا كحمله مواطن ايه برنامج الاحتفاليه النهارده اللي هتنظموه؟ بغض النظر عن البرنامج الاحتفاليه نفسه، انا الناس عايزه تفرح والناس عايزه تحتفل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلها جايه دعم وراه تكمله للتصويت في الانتخابات. ونتيجة الانتخابات بتقول إن للرئيس رسالة قوية للرئيس السيسي، بتقول له وراك ظهير شعبي قوي، ده تفويض جديد لتكملة مسيرة الإنجازات والتنمية ومحاربة الإرهاب، وبنبارك له على الثقة الكبيرة بالنتيجة الكبيرة دي، وده بيخرج جميع الألسنة اللي اتكلمت على أي بأي سوء عن سير الانتخابات يعني. وببارك للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر حتى 2022، ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله للجمهورية ولناسنا، والفرحة زي ما أنت شايف كده أعلام في كل مكان وناس مبسوطة وفرحانة، وده إن دل على شيء إنما يدل على الثقة الكبيرة في القيادة يعني. يعني إحنا بنتكلم خارج هذه الحديقة متواجد العديد من الشباب الذين يعني يرتدون تيشيرتات تحمل صور للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحملون أعلام مصر، ويرددوا هتافات مؤيدة للرئيس، ويتحدثون عن الإنجازات التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية. أتعرف بحضرتك؟ الحسين عبد الفتاح، المنسق المساعد ومنسق العلاقات العامة على مستوى مصر لحملة مواطن لدعم السيد الرئيس. كلمني النهاردة عن فوز الرئيس، وشايفين الفوز ده، الفوز السحق ده، بيدل على ان الرئيس كان الموضوع يعني بالنسبة للإنجازات اللي عملها الموضوع مش كان قصة انتخاب بس، لا ده يعني الحب يعني موجود في قلوب المصريين كلهم. الشعب المصري شعب بيظهر معدنه الأصيل في الأزمات. احنا كنا بنعيش أزمة حقيقية، الأزمة دي موجهة لنا ومصدرة لنا من الخارج. للأسف الشديد أعداء الوطن اللي هم سيادة الرئيس قال عليهم أكتر من مرة دول الشر، بيحاولوا أنهم يوقفوا حجم وسيل الإنجازات الكثيرة اللي تمت على أرض الواقع. هذه الإنجازات تمت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحرب على مصر في شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ابتدوا يصدروا لنا الإشاعات، ابتدى المواطن البسيط يتلقى هذه الإشاعات للأسف الشديد ويتعامل معها. المشكلة الكبيرة عندنا كانت إيه؟ إن المواطن وقت الأزمة استشعر إن هذا الرجل جاء لإنقاذ مصر. المواطن استشعر الإنجازات اللي تمت، استشعر حجم المشروعات الكبيرة العملاقة. خرج لصناديق الانتخاب، للأسف أول يوم كان الإقبال ضعيف، تاني يوم وتالت يوم الناس خرجت لأنها فهمت. محتاجين إنجازات؟ محتاجين إنجازات، محتاجين أكتر وأكتر، ومع هذا الرجل إن شاء الله ستكون هناك إنجازات. حضرتك شايف ورايا الناس، إحنا في نقطة من 40 نقطة بتنشرها حملة مواطن على مستوى مصر تحت اسم تحيا مصر. تحيا مصر ستظل في قلب كل مصري وتظل على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل مشرق بإذن الله. يعني بختم بكلام حضرتك كلمة تحيا مصر، ويعني حب الرئيس السيسي هو الذي دفع هؤلاء المواطنون ودفع الشعب المصري ودفع الكثير من يعني المشاركين في هذه الاحتفالية المجيء إلى هذا المكان للاحتفال وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه الثقة لفترة رئاسية تانية. إلى الزملاء في الاستوديو، شكرا جزيلا لك أشرف مبارك من مصر الجديدة. ينضم إلينا الآن مباشرة من ميدان التحرير مراسل أنيل رمضان المطعني، وينضم إلينا أيضا من الإسكندرية مراسل أنيل محمد التماوي. نبدأ برمضان من التحرير، يعني هذا الميدان الذي منه ربما سقط نظامان سياسيان، ومعروف أنه في هذه المنطقة يعبر المصريون دائما عن آرائهم فيما يجري. ماذا كان رد فعل المصريين بعد الإعلان عن نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية؟ نعم، يعني سيظل ميدان التحرير هو قبلة كل المحتفلين هنا يعني منذ يعني قبل إعلان النتيجة انتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان هنا عدد من المواطنين بدأوا يتوافدون على ميدان التحرير، ولكن الصورة من خلفي تشرح نفسها. العديد من المواطنين يحملون صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولافتات تحمل صورته أيضا، والعديد من الأعلام المصرية يعني كلها احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية. أيضا نقطة هامة يجب أن أشير إليها من خلال الهتافات التي يعني قالها المحتشدون هنا بميدان التحرير، هي تحية لكل والد ووالدة شهيد، يعني كان لهم التحية الكبيرة لدورهم في يعني تقديم أبنائهم لتظل مصر. أيضا جاءوا احتفالا بهم واحتفالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذين يظهرون
يطالبوا في ولاياته الثانية ببعض الحوارات التي يعني قلنا يعني خضناها معهم بمزيد من الإنجازات في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتكملة مسيرة البناء. اللافت هنا أيضا أن يعني عدد من المحتشدين هنا بالميدان الأغلبية منهم من الشباب والمرأة وكبار السن، ولكن يغلب هنا الطابع الشبابي الذين تواجدوا يعني كما قلت منذ يعني حتى إعلان النتيجة الرئاسية وفور إعلان النتيجة الرئاسية كانت هناك حالة من الفرحة في مختلف الوجوه التي في الخلف منا، ولكن أيضا في محيط ميدان التحرير من المقرر يعني في الساعة السادسة أن يعني توجد احتفالات أخرى هنا بميدان عابدين، صورة أخرى أيضا من الاحتفالات سوف ننقلها. وأيضا يعني ومع تقدم الساعات وانكسار درجة حرارة الشمس يتوافد العديد من المواطنين إلى ميدان التحرير. إليك زميلتي. نعم، شكرا لك رمضان المطعني من التحرير. وننتقل إلى محمد التماوي في الأسكندرية. أصداء الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية كيف تبدو؟ يعني كما توقعنا في مداخلة منذ قليل أن يعني هناك توافد كبير بدأ يأتي إلى ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، عدد كبير جدا من المواطنين. كما أشرنا سالفا أن الأسكندرية تتجمع في أربع مناطق، في ميدان سعد زغلول، في ميدان سيدي جابر، في ميدان الرئيس محمد نجيب، وأيضا في محيط مسجد القائد إبراهيم. كل يعني هناك مسيرات كبيرة جدا آتية من منطقة بحري ومنطقة المنشية متجهة إلى ميدان محطة الرمل أو ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل. يعني أكثر ما يسعد أهل الأسكندرية أنهم قد قدموا رسالة قوية جدا في الانتخابات، واستطاعت الأسكندرية أن تحقق نسبة مشاركة كبيرة جدا، واستطاعوا أيضا أن يتغلبوا على من أراد أن يصدر مشاعر الخوف لأهل الأسكندرية. أهل الأسكندرية يعني أثبتوا مدى وطنيتهم ومدى شجاعتهم. عندما سألت العديد من المواطنين الموجودين خلفي ما أكثر ما يفرحكم، قالوا أن فوز الرئيس وأن الشعب المصري أصبح هو مصدر السلطات. نعم، أشكرك محمد التماوي من الإسكندرية على هذه المتابعة. وما زلنا مشاهدينا الكرام نرصد معكم ردود الأفعال المختلفة، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018 والإعلان عن فوز السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. ينضم إلينا الزميل إيهاب سعيد من المحلة. إيهاب، صف لنا المشهد لديك بعد إعلان النتيجة النهائية. المشهد في مدينة المحلة يمكن في فرحة عارمة لأهالي المحلة الكبرى، الكل يمكن خرجت عدة مسيرات عدة من جميع الشوارع بمدينة المحلة بعد إعلان فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. الكل نزل يشارك هذه الفرحة، الكل نزل اليوم في حب مصر، في حب السيد الرئيس. يمكن شعب المحلة أثبت حبه لمصر وحبه للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والكل نازل النهاردة في فرحة عارمة داخل مدينة المحلة. احنا موجودين حاليا امام مركز ومدينة المحلة الكبرى، الكل بيشارك هذه الفرحة، حاملين الاعلام المصرية، تشغيل الاغاني الوطنية. يمكن بدء الاحتفالية خلال الساعات القليلة القادمة من امام مركز ومدينة المحلة بفوز السيد الرئيس لفترة رئاسية ثانية. ويمكن معانا بعض اهالي المحلة الكبرى، نحب نعرف منهم يعني رايك ايه في النهارده في الفرحة دي. الحمد لله رب العالمين، احنا اهالي شعب المحلة الكبرى محافظة الغربية بنجدد الثقة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد والزعيم، وانا في نظري ونظر المحلوية جميعا انه ليس قائد مصر فقط، ولكن هذا الرجل بقوة وامتياز زعيم الوطن العربي بل زعيم العالم، لأنني لم أجد في حياتي رئيس دولة بهذه التضحية من أجل بلده ومن أجل موطنه ومن أجل شجاعته وجرأته. هل كانت سيناء مصرية قبل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أقول وأنا أقول بحق أنها كانت غير مصرية. سيناء النهاردة مصرية، جميع دول العالم بل الزعماء العظام الكبار وخاصة أمريكا وروسيا اهتزت لهذا الزعيم البطل ورأت أنه كفء لهذا المنصب الجليل
والذي قام بهيبة الوطن العربي ورجع هيبة الدول العربية مرة أخرى، بل أراد بالمصري أن يكون له هيبة في كل مكان. تحية لهذا الرجل العظيم، تحية من قلوبنا، بل لا نبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن نبارك أنفسنا، هذا الزعيم البطل، هذا الزعيم الخالد الذي سوف نبايعه مدى الحياة. لا نريد أن نبايعه لفترة الرئاسة الثانية فقط، ولكنني عن نفسي وعن أصالة شعب المحلة الكريم وعن محافظة الغربية نبايع هذا الرجل بيعة إلى مدى الحياة، لأنه الرئيس الوحيد الذي يستطيع. كما تشاهدون يمكن كل بيحب نازل في حب السيد الرئيس، كل في حب مصر. ألف مبروك لمصر وألف مبروك للسيد الرئيس لفترة رئاسية ثانية. أشكر الزميل إيهاب سعيد مراسل قناة النيل الأخبار من المحلة. ومشاهدينا الكرام، تغطياتنا الإخبارية ما زالت متواصلة معكم بشكل خاص لردود الأفعال في مختلف محافظات الجمهورية مع مراسلي قناة النيل الأخبار، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018 وفوز السيد عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية. ادعوا الرب السما والعرش وقولوا امين، عيدوا زيدوا الدعاء للمولى يا مصري، قادر سبحانه يقوينا يكبر بخاطرنا ويحمينا، تفضل مصر كبيره وعاليه ليوم الدين. ادعوا الام الدنيا الغاليه في كل اذان، خلوا الدعاء يكتر ويكون على كل لسان،
مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم نرصد ردود الأفعال المختلفة، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية. وتنضم إلينا الآن الأستاذة عفاف علي، رئيس الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، متحدثة إلينا من دبلن. أستاذة عفاف، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي. أهلا وسهلا، ومساء بقى ولا صباح الفرحة والسرور والسعادة والهنا على بلدنا. اهلا بحضرتك استاذ عفاف، يا ريت حضرتك يعني تصفي لنا المشهد في ايرلندا الشماليه في اعقاب اعلان النتيجه النهائيه وفوز السيد عبد الفتاح السيسي برئاسه الجمهوريه لفتره رئاسيه ثانيه. الحقيقه المشهد مش بس في ايرلندا الشماليه، هي كل ايرلندا وكل اوروبا وكل انحاء مصر، احنا جزء لا يتجزا من مصر الحقيقه. طبعا النتيجه بالنسبه لنا كانت نتيجه محسومه من ساعه المشاركه، من لحظه المشاركه في الانتخابات. هو احنا عشان الصمت الانتخابي ما كناش بنقدر نتكلم، انما دلوقتي طبعا يعني الفرحه احنا دلوقتي بنقدر نتكلم. والحقيقه يعني خليني اقول لك ان دعم الرئيس السيسي كان متفق عليه من الجميع، والحمد لله ان انا في ايرلندا يمكن البلد الوحيده اللي ما كانش عندي معارضه. وكانت العمليه الانتخابيه الحقيقه كانت بتمر بسلام وبامن، وكانت الابواب كلها مفتوحه من اول باب السفاره لحد باب قاعه الانتخابات، فكانت النتيجه محسومه بالنسبه لنا. وكانت الفرحة في لحظة المشاركة، يعني الفرحة اتقسمت إلى اثنين، لحظة المشاركة ولحظة النتيجة. طبعا احنا كلنا سعداء. وكانت المشاركة أستاذ عفاف الحقيقة بتظهر بشكل مشرف للغاية من كل المصريين في الخارج، وطبعا تابعنا أيضا ما كان يحدث في أيرلندا الشمالية، أنه كان في إقبال كبير جدا وتوافد بشكل حضاري من قبل المصريين في الخارج على لجان الاقتراع للتصويت طبعا بالمرشح الذين يختارونه في هذه الانتخابات. الحقيقه يعني خليني اقول لك مش بس المشاركه العاديه، يعني كبار السن، في بعض المعارضين كانوا يعني بينتقدوا كبار السن اللي نزلوا في لجان الانتخابيه في القاهره. عايزه اقول لهم ان كبار السن اللي في كل ايرلندا واللي كانوا يعني مسافات بعيده جدا ولحد اخر لحظه لحد الساعه 9 الا 5 كانوا بيجوا من كل مكان. كبار السن، الاطفال، انا عندي صور للاطفال الصغيرين اللي ما بيعرفوش يتكلموا عربي، اللي اتولدوا وعاشوا في ايرلندا كانوا بيغنوا فوق ايجيبت كانهم في مباراه كره وبيقولوا تحيا مصر. فالحقيقه الفرحه كانت بالمشاركه، واسم مصر لما بتكون بس حاجه تخص مصر بتلاقي السعاده بغض النظر عن المعارضه. وزي ما قلت الحمد لله انا في بلد فيها الامن والامان بين المصريين كلهم وفاهمين الوضع السياسي كويس في مصر. الناس اللي هي كانت بتنزل تشارك، الناس ديت في يوم من الايام طلبوا بحقهم بالمشاركه السياسيه، ولانهم طلبوا بالحق ده هو نزلوا ومارسوا حق المشاركه. وعلى فكره مش كل الناس كانت بتنتخب السيد الرئيس، في ناس نزلت علشان تشارك واختارت الجانب الاخر، وده يعني ما كانش بيزعلنا لان احنا كنا بنقول المهم المشاركه والمهم ان احنا ندعم بلدنا. مصر. فانا طبعا اسمحي لي من خلال حضرتك ان انا اقدم اجمل وارق التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا من اول يوم من ايام ما كان وزير للدفاع واحنا واثقين فيه وفي خطواته وفي المستقبل معاه ان شاء الله. ويعني احنا سعداء بهذه النتيجه، وان شاء الله يكمل المسيره في المستقبل، يكمل اللي بناه، واحنا في ظهره لحد ما نجني سويا ثمره كل ما بداه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ عفاف علي، رئيس الجاليه المصريه في ايرلندا الشماليه، شكرا جزيلا لك. ما زلنا مستمرين معكم في هذه المتابعة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت منذ قليل. ينضم إلينا مصطفى عبد الله مراسل النيل من فيينا. مصطفى، كيف تبدو أصداء الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في فيينا؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، ومبروك لمصر كلها. الحقيقة فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية بنجاح ساحق
وصلت نسبة فوز سيادته لأكثر من 97%، بدأ أبناء الجالية المصرية يتبادلوا التهاني ويتوافدوا على مقر النادي المصري وسط العاصمة الاستوائية فيينا للاحتفال بهذا الفوز العظيم، ليبعثوا برسالة تهنئة للشعب المصري العظيم بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة في ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب لوحدته ومستقبله، وأكد فيها أن مصر مستمرة في النهوض ولا تلتفت لخصومها وأعدائها الحاقدين والفاشلين، مؤكدين أن مصر هي الأمل الواعد للمستقبل، والواقع بيؤكد بشائر نهضة مصر الحقيقية بسواعد أبنائها الوطنيين المخلصين، خصوصا بعد العرس الانتخابي الذي شهده العالم أجمع على أرض الواقع. طيب يعني تفضل في إضافة. وبيعلن للشعب المصري العظيم للعالم كله تأييده ودعمه وبشكل مطلق لسياسات الرئيس السيسي داخليا وخارجيا، وإنه اختاره وانتخبه عن قناعة تامة لأنه أنقذ مصر والمنطقة بأسرها من حكم الفاشية الدينية، كما أنجز العديد من المشروعات القومية الكبرى وجعل لمصر دورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وجعل لمصر قرارها المستقل والوطني والمعبر عن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إصراره على اجتثاث الإرهاب من جذوره لتطهير مصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين خوارج هذا العصر، وحتى تؤكد مصر للعالم كله أنها واجهت الإرهاب نيابة عنه، وتؤكد هذه الاحتفاليات وهذه التهاني بين أبناء الشعب سواء في الداخل سواء في الخارج أن الرئيس السيسي بيحظى بشعبية كبيرة في عقول وقلوب كل المصريين نظرا لما حققه من إنجازات كبرى وغير مسبوقة لمصر وشعبها. واسمحي لي بالأصالة عن نفسي وعن أبناء النادي المصري والجالية المصرية بالنمسا نقدم التهنئة للرئيس السيسي والتهنئة خاصة للشعب المصري العظيم. شكرا جزيلا مصطفى عبد الله مراسل أنيل في فيينا. منضم إلينا أيضا السيد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج متحدثا إلينا من المملكة العربية السعودية. أستاذ عادل أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذ عادل، كما نرصد طبعا ردود أفعال الحقيقة في مختلف أنحاء العالم بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، كيف رصدتم ردود الأفعال لديكم؟ في الحقيقة بدأت هذا الاحتفال قبل الانتخابات تقريبا ب 15 يوم عن طريق الحجز اللي قامت به الجالية المصرية سواء في المملكة العربية السعودية أو في جميع دول العالم، وليكلل اليوم بالنتيجة المبهرة علشان نثبت للعالم كله أن الشعب المصري شعب قد المسؤولية، شعب واعي، شعب بيحب رئيسه. احنا أولا بنهني أنفسنا، بنهني الشعب المصري داخل مصرنا الحبيبة، بنهني جميع المصريين اللي في الخارج اللي هم كانوا أول شعلة لهذا الكرنفال والاحتفال الكبير. احنا الدل فليدل هذا التتويج وهذا الكم من الملايين المصريين فليدل على حرصنا وحبنا لرئيسنا المحبوب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. بنقدم تهانينا لسيادة الرئيس، ألف مبروك سيادة الرئيس وإلى الأمام، ونحن مخلفك دائما إن شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا بإذن الله. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج متحدثا إلينا من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. وبالتأكيد مشاهدينا ردود الأفعال المختلفة من مختلف أنحاء العالم ما زالت متواصلة ونرصدها لكم على شاشة قناة النيل الأخبار في هذه التغطية الإخبارية. نعم، نذهب الآن في هذه التغطية إلى مدينة غزة الفلسطينية، ينضم إلينا من هناك مراسل أنيل ماجد شبلاق. ماجد، نعلم يعني الروابط والأواصر العائلية والجغرافية التي تربط يعني مدينة غزة بالشعب المصري بشكل عام، فبالتأكيد هناك أصداء لإعلان نتيجة الانتخابات في مدينة غزة، كيف يمكن أن نرصدها؟ ما
نعم بالتأكيد، يعني هنا عموم الجالية المصرية في الأراضي الفلسطينية تتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقيادته بهذا العرس الانتخابي الكبير الذي أثبت حرص المصريين على استقرار دولتهم ومتمنين لها دوام الاستقرار والبناء والعمل في الفترة المقبلة، بالإضافة بطبيعة الحال لجميع مكونات الشعب الفلسطيني. يهنئون الشعب المصري اليوم بهذا الاستحقاق السياسي والداخلي الهام فيما لمصر من دور هام على صعيد القضية الفلسطينيين، وتمنيننا دائم الاستقرار والريادة في سياساتها الخارجية، خاصة وأن مصر تمسك بالعديد من الملفات السياسية الهامة وعلى أولوياتها الملف الفلسطيني. هنا يأمل الفلسطينيون أن تستمر مصر في بذل الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بالمحافل الدولية، ودعم أيضا ملف المصالحة الفلسطينية الذي بدأت فيه القيادة المصرية شوطا كبيرا منذ سنوات عديدة. هنا بالتأكيد يحرص الفلسطينيون على تهنئة الشعب المصري بهذا الاستحقاق الهام لما لمصر من دفع وقوة في دفع العديد من الملفات الفلسطينية. شكرا جزيلا لك ماجد شبلاق مراسل النيل في قطاع غزة. ومشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطية حية على الهواء مباشرة على شاشة قناة النيل الأخبار، وذلك لردود الأفعال المختلفة في الداخل وكذلك أيضا في الخارج بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والتي أعلن فيها المستشار لاشين إبراهيم فوز السيد عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية كرئيس لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية. لكن مع ختام هذه النشرة تتواصل متابعة إخبارية أخرى على رأس الساعة، موجز لأهم الأنباء، وبعده حلقة خاصة من المشهد في تغطية لهذه النتائج الانتخابية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.